فقراتنا النهارده هتكون متنوعه ما بين الترفيه والرياضه والتغذيه، وبالمناسبه الثلاث عناصر دول يعني بيفكروا الواحد كده، بما اننا كمان في ايام الصيف والمصيف ناس كتير بتصيف ومنتشرين على كافه الشواطئ في الجمهوريه وفي بعض الاحيان خارج كمان الجمهوريه، الواحد بيفتكر يعني ايام لما كنا بنلعب العاب بسيطة جدا في المصايف. يعني كوتشينا ودومينو وشطرنج وراكت وليدو وبيتش فولي وكرة شاطئية. تخيلوا بقى حضرات ان كل الالعاب دي اللي هي تعتبر العاب عادية بقى لها دلوقتي اتحادات يعني مختلفة، زي الاتحاد مثلا اتحاد الالعاب الترفيهية اللي طبعا استضفنا رئيسه الاسبوع اللي فات، والكلام ده كله يعني كمان بيثبت ان زمان كانت المصايف نمطها العام صحي، يعني كان الكل بيركب عجل وكل كان بيعوم وكل كان بياكل اكل مظبوط وسمك مشوي وجمبري وحاجات زي كده، فيعني كانت فعلا يعني رياضه وترفيه وتغذيه سليمه، فعلا كلنا كنا بنستمتع بالمصايف زمان. للاسف الشكل ده اتغير وخد يعني شكل جديد في الفتره الاخيره، يعني ولا انت مختلفه معايا؟ انا متفقه معاك جدا. انا متفقه معاك جدا، وشايفه ان السبب في ده ممكن يكون التكنولوجيا، يعني التكنولوجي والموبايل واللي بقى تقريبا جزء لا يتجزأ، هو ممكن نلزقه في ايدينا بعد كده ان هو بقى فعلا جزء لا يتجزأ من حياتنا. بتروح الحمام بالموبايل، بتدخل المطبخ بالموبايل، الكوافير بالموبايل، الشغل بالموبايل، وانت سايق بالموبايل، وانت نايم بالموبايل، فبقى كل حاجه في حياتنا. فشيء برضو زاد عن حده الى حد ما، وخلانا زي النقطه اللي انت قلتها ما بنستمتعش بالحياه غير اونلاين. مش كلنا طبعا، بس للاسف نسبه كبيره جدا الا ما رحم ربي زي ما بيتقال. التكنولوجي حاجه كويسه، التكنولوجي مفيده جدا، ولكن في بعض الاحيان لما بتزيد عن حدها او بيتم استخدامها بشكل سيء بتبقى سيئه جدا. يعني السوشيال ميديا اصبحنا دلوقتي ممكن ان احنا نصيف على السوشيال ميديا، يعني ممكن ان انت بجد. انا عايز اقول لك على مشهد والله العظيم انا شفته بعيني الويكند اللي فات، كنت موجوده يعني مع قرايبي قاعدين في مكان ما، يعني كان عائلات حوالينا وناس بتنزل بيسين وغيره، بس عايز اقول لك بنسبه تقريبا 95% العائلات قاعده، كل واحد الطفل والاب والام والبنت قاعدين ماسكين الموبايلات، ما بيتكلموش مع بعض اصلا. فايه الفكره ان انا اخرج؟ النشاط الترفيهي بقى الصور السيلفي والحاجات دي. انا عايزه انبسط، اوري للناس في الصور ان انا مبسوطه، فانا بتصور وبين لهم ان انا مبسوطه قوي، بعدين بحط الموبايل وافضل قاعده. فلا، مش هي دي الحياه اللي احنا واخدين عليها او جيلنا اللي اتربى عليه. بالعكس، لا، احنا زمان كنا بننبسط اكتر من كده بصراحه. على كل حال الموضوع ده عايزين برضو اراء حضراتكم فيه. بس